انا بدايتي في كره الطايره كانت في نادي بيت نصر وانا عندي 6 سنين، وانتقلت للنادي الاهلي وانا في سن 18 سنه. بدات مع كابتن خالد عباس هنا في فريق ال 18 19 سنه، وكنت بتصعد مع الدرجه الاولى مع كابتن نور عطيه. يعني تقريبا بدات من 2006 بالظبط لحد 2015. في خلال الفتره دي ما بين جدران النادي الاهلي انا حققت تقريبا 6 دوري واربعه كاس مصر، وكسبنا 3 بطولات افريقيا، ده غير طبعا بطوله كاس عالم انديه لعبتها في مره مع النادي الاهلي في قطر. وكانت في خلال الفتره دي انا يعني الحمد لله قدرت ان انا انضم للمنتخب من 2012 لحد 2016. وفي خلال الفتره دي الحمد لله يعني لعبت بطولات عالم، لعبت كاس عالم، لعبت اولمبياد، يعني الحمد لله كانت فتره يعني حافله بالبطولات الحمد لله. والله يعني انا بصراحه اول ما النادي الاهلي بدا يتكلم معايا في ان انا يعني في الانتقال وكده النادي الاهلي، بصراحه يعني كان في عروض كتير من انديه تانيه كتير زي بتروجيت والزمالك في الفتره دي، كانت انديه كانت محترمه وكانت عامله فرقه كويسه جدا. بس انا اول ما تلقيت العرض يعني النادي الاهلي ما فكرتش كتير، لان يعني بالنسبه لي كان حلم ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي وان انا العب وسط فريق نجوم موجوده في نادي الاهلي، نجوم منتخب مصر تقريبا زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. والحمد لله يعني توفقت في العرض، والموضوع كان سلس جدا يعني. وفي من ساعه ما بدات هنا في النادي الاهلي وانا على طول يعني الفرقه دي هي كانت الجيل اللي احنا استمرنا مع بعض فتره طويله في النادي، وحتى كمان لما مشينا من النادي الاهلي ورحنا طلاع الجيش برضه كان تقريبا نفس الجيل برضه هو اللي كملنا مع بعض هناك، وقدرنا ان احنا نعمل برضه يعني تاريخ كويس واسم لينا كويس في انديه تانيه. انا بالنسبه لي كانت سنه موسم 2010 كان اكتر موسم بالنسبه لي يعني ما اقدرش انساه. الموسم دوت احنا حققنا فيه 4 بطولات، حققنا فيه الدوري والكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه. كان الموسم دوت كان فعلا كان بدايه ليا في النادي الاهلي، لان كان الموسم دوت كان اول موسم ليا بالنسبه لي ان انا افضل في التيم الاساسي او في اللاين اب الاساسي بتاع الفريق في خلال ال4 بطولات. والحمد لله يعني عملت فيهم بطولات كويسه جدا وكان موسم موفق بالنسبه لي. يعني هو ما كانش ماتش معين، هي كانت بطوله معينه، لان بطوله افريقيا كانت ساعتها في تونس في الموسم 2010. احنا كنا عاملين ساعتها معسكر هناك في تشيكوسلوفاكيا، تمام. والمعسكر هناك كانت ظروفه صعبه جدا بسبب الطيران، كان في مشكله في الطيران، وقعدنا مثلا حوالي تقريبا اسبوع من بدايه المعسكر من ساعه ما رحنا واحنا مش عارفين اذا كنا هنروح البطوله ولا لا بسبب ظروف الطيران والكلام ده كله. كان في حاله مناخ يعني مش طبيعيه في الفتره دي، وكنا خلاص كان فاضل على البطوله يومين، وقلنا خلاص احنا راجعين مصر مش هنسافر تونس. بس في اخر لحظه فجاه الخطه اتغيرت وتوفر لنا خط طيران لتونس. وصلنا على البطوله يعني يا دوبك، او يعني احنا وصلنا الصبح كان عندنا ماتش بالليل. البطوله دي بالنسبه لنا كانت صعبه جدا، لان الظروف اللي قبلها كانت صعبه وفتره الاعداد كانت صعبه، البطوله نفسها كانت صعبه جدا، كان في ماتشات قويه جدا. انا ساعتها كان عندي اصابه في كتفي في البطوله دي، وما قدرتش ان انا اشارك في اول 4 5 مباريات في البطوله، لكن الحمد لله قدرت ان انا يعني اقف على رجلي تاني بسرعه ونزلت شاركت في السيمي فاينل والفاينل بتاع البطوله، والحمد لله احنا يعني كسبنا البطوله ورجعنا بكاس البطوله الحمد لله. طبعا النادي الاهلي بالنسبه لي يعني يعتبر بيتي الاولاني مش بيتي التاني، لان زي ما قلت لك قبل كده احنا طول اليوم بنقضيه في النادي، ما بروحش البيت غير على ميعاد النوم تقريبا. في النادي الاهلي بالنسبه لي هو يعني غير ان هو بيتي، هو طبعا المكان اللي انا اتربيت فيه والمكان اللي انا ظهرت منه في مجال الكره الطايره يعني، وحققت فيه انجازات والحمد لله. يعني كان تاريخي كان حافل بالبطولات مع النادي الاهلي هنا في النادي. طبعا انا يعني عندي رساله كده بسيطه عايز اقولها لجمهور النادي الاهلي، احنا محتاجين دعمكم، محتاجين ان انتوا تكونوا واقفين جنبنا، محتاجين تشجيعكم. السنه دي طبعا بعد موسمين يعتبر مش احسن حاجه للنادي الاهلي، دي بدايه جديده لفريق كره الطايره في النادي الاهلي بفكر مختلف، فاحنا محتاجين دعمكم، واحنا ان شاء الله باذن الله هنشرفكم وهنقدم كل اللي نقدر عليه عشان نرجع تاني الامجاد للنادي الاهلي، وعايزينكم تبقوا انتوا واثقين فينا زي ما احنا واثقين فيكم.
وان شاء الله احنا بنوعدكم بموسم يعني حافل بالبطولات ان شاء الله.